بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله النهارده هنكمل كلامنا في الالكتروماجنتكس. سريعا كده, احنا كنا السكشن اللي فات عملنا ايه؟ السكشن اللي فات احنا كنا اتكلمنا على الكوردينت سيستم, عرفنا شكلهم عامل ازاي, عرفنا ازاي بنقدر نمثل بوينت او فيكتور فيهم, عرفنا الانواع المختلفه من الاليمنتس, او احنا بنتكلم على element of length, element of area, element of volume. وفي نفس الوقت برضو احنا قلنا الكلام ده مرتبط مع الكلام اللي الدكتور قاله في المحاضرة اللي هو خاص بالgradient والdivergence والcurl بالنسبة لكل coordinate system. وبعد كده ابتدينا نتكلم على الconvergence اللي ممكن يحصل ما بين الايه, ما بين السيستمز ديت, سواء كpoint conversion او كvector conversion. النهاردة بإذن الله هنبدأ نتكلم في الكورس بتاعنا. فإحنا النهاردة يعتبر التوتوريال بتاعنا متقسم ثلاث أجزاء. الجزء الأولاني إحنا هنتكلم فيه على الإلكتروستاتيك بيزك لو اللي هو يعتبر أهمهم هو كولومز لو. وفي نفس الوقت برضو منه نطلع للديفينيشن بتاع السكيلر إلكتروستاتيك, أو نطلع نتكلم الأول عن الإلكتروستاتيك فيلد انتنستي, وبعد كده هنبدأ نتكلم على جاوس لو. كل ده ممكن إن إحنا نحصره في النقطة اللي هي الإيه, الأولانية. بعد كده النقطة الثانية احنا هنبدأ نتكلم على حاجة اللي اسمها السكيلر الكتروستاتيك بوتنشال, نعرف يعني هو ايه, وبعد كده نتكلم على حاجة اسمها الايكو بوتنشال سيرفيس, وفي النهاية نعرف ازاي نجيب الالكتريك فيلد من الايه, من الفولتج. طيب يعني احنا سكشن النهاردة متقسم ازاي؟ اول حاجة خالص احنا هنبدأ بالكلام على كولومز لو, وهنتكلم معاه عن الالكتريك فيلد. ده كده اول جزئية. الجزئية الثانية هتبقى جاوس, والجزئيه الثالثه البوتنشال. طبعا انا عارف ان الدكتور لسه ما دخلش معاكم في الايه, في البوتنشال في المحاضره, فاحنا بس هنقول الحاجات اللي انتوا سمعتوا عنها في اعدادي, وان شاء الله السكشن الجاي هنبقى نتكلم عنها كده بشكل سريع, بعد كده نخش في الحاجه اللي احنا محتاجين نشتغل عليها. فنبدا اول حاجه شغلنا ايه مع كولومز لو. ايه فكره كولومز لو؟ بكل بساطه انت عايز تدرس الكتروستاتكس لازم تحط في اعتبارك حاجتين. حاجة الأولانية إن السورس الأساسي اللي أنت تعرف تولد بيه إلكتريك فيلد حاجة اسمها pointed charge. إيه هو pointed charge؟ ده عبارة عن سفير, حاجة جيومتريك اللي هي عبارة عن سفير ليها radius zero وعليها charge, وزي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت اللي charge دي بتكون حاجة من الاتنين, لإما positive charge لإما negative charge. تمام؟ يبقى أنت خد بالك الساينس بتاعنا بيبدأ من إيه؟ من ال point charges. طيب ده كده كلام ايه؟ ده كده كلام جميل. حط في اعتبارك حاجه تانية, ان احنا طالما بنتكلم على electrostatic field فانت انسى تماما خالص الماجنيتوستاتيك فيلد. مفيش هنا عندنا حاجه اسمها ماجنتيك فيلد, شغلنا كله قائم بس على electric field. طب الماجنتيك فيلد هنبقى ايه؟ نروح ان شاء الله في الجزء الثاني قدام بعد سكشنين او ثلاثه. طيب كده كلام جميل جدا. الالكتروستاتكس ابتدت ازاي؟ ابتدت بكل بساطه ان كان في اكسبيرمنت, ان انا عندي 2 بوينت تشارج, وال 2 بوينت تشارج دولت انا عايز اجيب الفورس اللي موجوده ما بينهم, باعتبار ان التشارج الاولى اسمها كيو اوف 1 والتشارج الثانيه اسمها كيو اوف 2, وان الفيكتور اللي موجود ما بين الاثنين هو اسمه ار 1 2, والفيكتور اللي رابط الاوريجن بالتشارج الاولى اسمه ار 1 سمول, واللي رابط الاوريجن بالتشارج الثانيه اسمه ار2 سمول. وبالتالي الار12 ده هو عباره عن ار2 ماينس ايه, ار1. على نفس الفيكتور ده عندي يونت اوف فيكتور اي1 اوف 2 او يو1 اوف 2, ده في نفس الدايركشن بتاع الايه, الار1 اوف 2. من خلال السيت اب ده كده انا عايز اقدر احسب ايه, احسب قيمه الفورس اللي هيبقى على التشارج اللي اسمها كيو2 اللي ناتجه نتيجه التشارج اللي اسمها ايه, كيو1. اكسبيرمنتلي لما الناس مشوا في التجارب ديت وصلوا ان الفورس اللي بتبقى على التشارج الثانيه هي بتساوي قيمه التشارج الاولى كيو1 في قيمه التشارج الثانيه كيو2 مقسومه على 4 باي ايبسلون. القيمه دي كده كلها على بعض كونستنت, والابسلون نوت ده هنعرفه دلوقتي ان هو كده حاجه اسمها البيرميتيفيتي اوف فري سبيس, وده قيمه ثابته هنعرف معناها بعدين, ولكن دلوقتي هنعتبر ان هو ثابت. تمام, الكلام دوت مضوف في R12 سكوير, حيث ان R12 ده الماجنيتيود بتاع الفيكتور R12 اللي موجود هنا. فانت هنا كانك بتعمل ايه, سكويرنج للديستنس اللي ما بين تو تشارجز. الكلام ده كله بيعبر عن الماجنيتيود بتاع الفورس. طب الدايركشن
من التشارج الاولى للتشارج الثانيه. يبقى انت لو بتحسب الفورس بتاعتك على التشارج الاولى فده هيبقى من التشارج الثانيه للتشارج الاولى، تمام؟ وطبعا لو انت حبيت تحسب اليونت فيكتور فهو عباره طبعا عن الفيكتور مقسوم على الماجنيتيود، ولو انت حبيت تفك الفيكتور ده اعتمادا على التو فيكتورز فهيبقى شكله عامل ازاي؟ هيبقى شكله عامل كده، تمام؟ ده كده لو احنا بنتكلم عن الفورس. وطبعا الفورس زي ما انت عارف الوحدات بتاعتها هي النيوتن. ده كده كلام جميل، ده اول نقطه احنا محتاجين نبقى ايه عارفينها. طيب عرفنا الفورس وفهمنا شكلها بيبقى عامل ازاي والكلام ده كله، احنا مهتمين بايه؟ قالك احنا مهتمين بعد كده ان احنا نبص على الافكت بتاع التشارج وهي موجوده في السبيس. ايه معنى الكلام ده؟ تعالى دلوقتي نفترض ان انت بقى عندكش 2 بوينت تشارج، لا انت بقى عندك تشارج واحده، ساعتها هل في فورس هتبقى موجوده؟ لا. ليه؟ لان الفورس محتاجه يكون عندك 2 كومبوننتس او 2 حاجه، يعني عندك 2 اوف ايتش حاجه. انت هنا عندك حاجه واحده بس، عندك تشارج واحده بس. طب اللي تشارج الواحده دي وهي موجوده ايه اللي هيحصل؟ اللي هيحصل ان هي في المجال اللي موجود حواليها هتولد لي حاجه اسمها الكتريك فيلد. طيب ازاي الكلام دوت ماثيماتيكالي بيتعمل؟ عن طريق اقول بكل بساطه ان الالكتريك فيلد اللي بيطلع هو عباره عن الفورس اللي كانت بتطلع من التشارج ديت اللي هي كانت موجوده ما بين التشارج دي والتشارج اللي كانت محطوطه هناك، بس انا هعتبر ان انا شلت التشارج الثانيه ديت. يعني اعتبر كاني ايه؟ ببص على تشارج واحده بس. يعني باختصار الالكتريك فيلد علشان يتولد هو محتاج تشارج واحده، تمام؟ وهو بيتحسب اعتمادا على ايه؟ اعتمادا على كولومز لو. فشكله بالنسبه للبوينت تشارج هو عباره عن قيمه التشارج بتاعتك اللي هي كيو مقسومه على 4 باي ايبسلون ار سكوير في اتجاه اليو ار. طيب الديفينيشن بتاع الار واليو ار في السلايد اللي فاتت كان بيعتمد على الفيكتور اللي واصل ما بين التو بوينت تشارج. دلوقتي الديفينيشن بتاع الار ده بيعبر عن ايه؟ النقطة دي بقى نركز فيها قوي قوي قوي، لأن دي هتبدأ معاكم بداية من الإيه؟ من التوتوريال ده وتكمل لحد لما تخلص الإلكتروماجنتكس في القسم. دلوقتي تعالى نفترض إن ده الكوردينت سيستم اللي إحنا شغالين فيه. آدي إكس، آدي واي، آدي زد. حضرتك عايز تحل مسألة إلكتروماجنتكس. يعني ايه تحل مساله الكتروماجنتكس؟ يعني السبيس بتاعك دوت في حته كده فيه سورس، السورس دوت المفروض هو اللي بيطلع الالكتريك فيلد. طب لحد دلوقتي احنا تعرفنا على ايه؟ على بوينت تشارج. في انواع تانية هنتكلم عنها بعد شويه، بس احنا تعرفنا ان السورس اللي بيطلع لي الالكتريك فيلد هو بوينت تشارج، فاعتبر ان ده هو السورس بتاعي، ده السورس اللي المفروض يطلع منه الالكتريك فيلد. كلام جميل جدا. نتيجه وجود السورس في السبيس ايه اللي هيحصل؟ الالكتريك فيلد هيطلع، ده اللي احنا بنقوله. طيب ايه اللي انا مطلوب مني؟ اعرف قيمه الالكتريك فيلد دي كام. فببدا اعرف بوينت هنا بسميها الاوبزرفيشن بوينت، البوينت اللي انا ايه بأوبزرف عندها الفيلد بتاعي. وعشان نبقى بنتكلم بشكل جنرال هقول ان البوينت دي هي بوينت بي وليها كوردينتس اكس واي وزد، تمام؟ تمام. طيب السورس بتاعي هو برضه موجود في منطقه في السبيس، طب انا عايز اعرفه بكوردينتس. لو انا قلت اكس وواي وزد ايه المشكله؟ يبقى انا بفترض ان النقطه دي هي نفسها النقطه دي، فبالتالي السورس بياخد اكس واي وزد داش. يبقى من دلوقتي حط في اعتبارك حاجه، اي حاجه خاصه بيه الالكتريك فيلد انت عايز تحسبه فين فانت بتتعامل مع اكس وواي وزد، او او وثيتا او وفاي وزد، او ار وثيتا وفاي. لو انت بتتعامل مع اي حاجه ليها علاقه بالسورس فكل كلامك اكس داش واي داش زد داش رو داش فاي داش زد داش ار داش ثيتا داش فاي داش، اوكي؟ طيب احنا هيفيدنا بايه الكلام ده؟ لما نيجي نخش في المسائل هنعرف.
بس بشكل مبدئي الاوبزرفيشن بوينت الكوردينتس بتاعتها بتتحط بالشكل ده والسورس الكوردينتس بتاعته بتتحط بالشكل ده عشان بس ما حدش يتلخبط. ده كده كلام جميل. الار بقى فيكتور اللي موجود هنا ده هو بيعبر عن ايه؟ الار كابيتال ده بيعبر عن ايه؟ ده بيعبر عن الفيكتور اللي رايح من السورس للاوبزرفيشن بوينت. طب انا دلوقتي السورس بتاعي على حسب الكلام اللي احنا بنقوله هو عباره عن ايه؟ عن بوينت تشارج. فبالتالي لو احنا بنتكلم على اللي موجود في السلايد ده هو الفيكتور اللي رايح من البوينت تشارج لحد الاوبزرفيشن بوينت، هو ده الار كابيتال. بعد شويه لما احنا نقول انواع مختلفه من السورس هنقول ساعتها الار بيشتغل ازاي، ولكن دلوقتي الار كابيتال فيكتور ده هو الفيكتور اللي بيروح من البوينت تشارج بتاعتي اللي هو السورس بتاعي في المساله دلوقتي لحد الاوبزرفيشن بوينت. طب والاي اوف ار اللي موجود هنا ده اليونت فيكتور اللي في اتجاه الار دوت. كلام جميل جدا. بنفس الكونسبت هنعرف تو فيكتورز تانيين. الفيكتور الاولاني خارج من الاوريجن ورايح للاوبزرفيشن بوينت، ده بنسميه الار سمول فيكتور. يبقى ده فيكتور رايح من الاوريجن للاوبزرفيشن بوينت، وفي فيكتور تاني رايح من الاوريجن للسورس بتاعي هنسميه الار داش، حيث ان الار كابيتال ده هو عباره عن ايه؟ الار ماينس الايه؟ ماينس الار داش. تمام؟ السيت اب ده خليه في دماغك لان ده احنا اللي بنحل بيه اغلب المسائل بتاعتنا. اوكي كده؟ تمام. وبالتالي لو انا رجعت بصيت هنا اقدر اقوم قايل ان الريبرزنتيشن بتاعي دوت بدل ما هو يبقى بدلاله الار كابيتال والاي ار ممكن اشيل الار كابيتال دوت ومحاطط مكانها ار ماينس ار داش، ولان ده الماجنتيود فهيبقى حاجه سكوير، وده يونت فيكتور هو عباره عن الار ماجنتيود مقسوم على الار فيكتور، ففي النهايه ممكن اوصل للايه؟ للشكل اللي انا شايفه قدامي ده بالديفينيشنز اللي احنا اتكلمنا عليها ايه هنا. طيب ده لو انا عايز احسب الالكتريك فيلد. ايه هي اليونتس بتاعت الالكتريك فيلد؟ ممكن تكون نيوتن بير كولوم لان هي جايه من الديفينيشن بتاع الفورس، او فولت بير متر زي ما احنا هنشوف بعد شويه في الجزء بتاع البوتنشال. طيب ده كده كلام جميل. هل البوينت تشارج بتاعتي دي هي السورس الوحيد اللي موجود عندي؟ لا، ممكن بدل ما يبقى عندي بوينت تشارج واحده يبقى عندي بوينت تشارجز، مش واحده بس، لا اثنين، لا ثلاثه، لا اربعه. طب ساعتها اتعامل ازاي او اجيب الالكتريك فيلد ازاي؟ قال لك بكل بساطه هو بيبقى عباره عن السميشن، بتتعامل مع كل بوينت تشارج ايه لوحدها، بتحسب لها الالكتريك فيلد، بعد كده تعمل فيكتور سميشن للفاليوز دي كلها مع بعض. تمام كده؟ يبقى بتعمل فيكتور سميشن للكلام ده كله مع بعض. لو انت عندك ان بوينت فيكتور سوري ان بوينت تشارج فساعتها هتقوم عامل الايه؟ السميشن ده ان تايم. طيب ده كده كلام جميل. طيب ده كده النوع الاولاني من السورس اللي ممكن يولد لي الكتريك فيلد اللي هي البوينت تشارج. ايه بقى النوع الثاني؟ قال لك ان انت يبقى عندك كونتينيوس، ان انت يبقى عندك كونتينيوس تشارج ديستريبيوشن. ايه بقى معنى الكلام ده؟ لو انت بصيت على البوينت تشارج، هي البوينت تشارج دي عباره عن ايه؟ زي ما احنا قلنا نقط مرميه كده في السبيس. النقط دي تعتبر ايه؟ حاجات منفصله عن بعضها. ففي ناس بيقوموا مسميينها ديسكريت تشارج، يعني تشارجز ايه؟ مفصوله عن بعض. طب تعالى بقى نفترض ان احنا خدنا التشارجز ديت وقعدنا نحطهم جنب بعض ونحطهم جنب بعض ونحطهم جنب بعض، فساعتها المفروض يعمل لي حاجه كانها ايه؟ نسيج كده، حاجه كده كونتينيوس. فبالتالي بيظهر عندي الديفينيشن بتاع الكونتينيوس تشارج ديستريبيوشن. طب ايه هي الاشكال بتاعته؟ قال لك عندك ثلاث اشكال. الشكل الاولاني ان انت يبقى عندك تشارج على هيئه لينث بنسميها او ال، اللي هي اللاين تشارج ديستريبيوشن. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت عندك خط بالشكل ده كده
وجيت انت قمت حاطط ايه تشارجز عليه بالشكل ده كده. بس طبعا التشارجز دي كلها كده ايه تعتبر لازقه في بعض. فبالتالي في الاخر ايه اللي حاصل؟ التشارجز دي كلها كده كانها بقت على الخط ده كده كله. ساعتها التشارجز بتاعتي متوزع على اللينث بتاع الايه بتاع الخط ده. فالنوع ده من التشارج بنسميه لاين تشارج ديستريبيوشن، واليونتس بتاعته بتبقى كولومب بير متر. طيب ده كده ايه اول نوع. النوع الثاني ان انا يكون عندي سيرفيس تشارج ديستريبيوشن. ده ازاي؟ انت بيكون عندك بلين مثلا بالشكل ده كده، وبنفس الكونسبت انت جيت قمت جايب التشارجز وقمت مجمعها عليه كده، بحيث ان في الاخر التشارجز دي كلها بقت ايه موجوده على السيرفيس ده. فده هو السيرفيس تشارج ديستريبيوشن اللي هي اليونتس بتاعته كولومب بير متر سكوير. طب ايه هو اخر نوع؟ ان انت تاخد التشارجز ديت وتوزعها على ايه على فوليوم. يبقى عندك فولومتريك تشارج ديستريبيوشن بتتكتب رو في او بتتكتب رو. كده او كده الاثنين بيعبروا عن نفس الحاجه. طب ده يتم ازاي؟ عندك مثلا سيلندر بالشكل ده كده، وانت جيت قمت مالي الفوليوم بتاعه كله ايه تشارجز. تمام حلو. فيبقى الشكل ده من التشارجز بنسميه كونتينوس تشارج ديستريبيوشن. طيب ايه اللي يحصل بقى لو انا عايز احل واجيب الالكتريك فيلد؟ تعال نبص على الايه على الديفينيشن اللي موجود فوق ده دلوقتي. هو ايه اللي فرق من الديفينيشن اللي موجود فوق على الديفينيشن اللي احنا عايزين نوصل له؟ انت فوق كنت بتقول انا عندي عدد من البوينت تشارج، دلوقتي انت اصبح عندك ايه عدد لا نهائي من البوينت تشارج متوزعين، لا اما على لاين لا اما على سيرفيس لا اما على فوليوم. حلو. نتيجه ان انت بقى عندك عدد لا نهائي من التشارجز، والتشارجز ديت المفروض تكون حاجات صغيره جدا 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 جدا. فمتوقع ايه اللي يحصل في السميشن اللي فوق دوت؟ هيتحول لانتجريشن. وبدل ما انت بتتعامل مع تشارج اسمها كيو اوف ام، انت اصبحت بتتعامل مع ايه مع دي كيو، بتتعامل مع جزء صغير جدا من التشارج. حيث ان الدي كيو ديت في الحاله بتاعت رو ال هي عباره عن رو ال في دي ال داش، وفي الحاله بتاعت رو اس هي رو اس في دي اس داش، والحاله بتاعت الفوليوم هي رو او رو في في دي في داش. ثانيه واحده، هو احنا ليه بنقول ال داش وليه بنقول اس داش وليه بنقول في داش؟ احنا اتفقنا انت بتتعامل مع السورس، اي حاجه خاصه في السورس دايما بنكتبها بدلاله الايه بدلاله الداش. فخد بالك انا وقت ما اجي اقول لك انا بعرف دي كيو، ما هو الدي كيو دوت عاد على ايه؟ عاد على السورس بتاعي. وبالتالي هنا لو احنا حبينا ان احنا نرجع ليه الشكل بتاعنا ده، احنا هنا كنا بنقول ايه؟ لو انا عندي بوينت تشارج واحده بس، فبسهوله الار دوت هو الديستنس من البوينت تشارج لحد الاوبزرفيشن بوينت. طب دلوقتي لا، انا اصبح عندي سورس، والسورس ده ليه مساحه في الفضاء. الار فيكتور ده بقى بيعبر عن ايه؟ ده عباره عن الفيكتور اللي من نقطه على السورس للاوبزرفيشن بوينت، من نقطه واحده بس. طب وبقيه السورس ايه اللي بيحصل فيه؟ ما هو ده بقى فايده الانتجريشن. الانتجريشن بيعمل لك ايه؟ بيعمل لك سكاننج للسورس بتاعك. فعشان كده الناس دايما في الشغل بتاعنا ما بتحبش تشتغل بالار كابيتال، بتحب تشتغل بالار داش والار. ليه بقى؟ لان هو الفيكتور دوت بيسموه السكاننج فيكتور. الفيكتور ده بيبدا يمسك السورس من اول نقطه لحد اخر نقطه، يسكنها ويشوف تاثير الكلام دوت على الايه؟ على الاوبزرفيشن بوينت. وبالتالي خد بالك بس ان الالكتريك فيلد لو انت عايز تحسبه بالنسبه للكونتينوس تشارج ديستريبيوشن بيكون بالايه؟ بالشكل ده. تمام؟ هنا طبعا بيكون 1 انتجريشن، هنا بيكون دبل انتجريشن، هنا بيكون ايه؟ تريبل انتجريشن. وحط في اعتبارك حاجه مهمه، ان اي حاجه ليها علاقه بالسورس دايما بتبقى داش، اي حاجه ليها علاقه بالاوبزرفيشن بوينت اللي انت عايز توصل لها ما بيبقاش عليها داش. طيب كده في اي مشكله؟ حلو جدا.
طب احنا عمالين نتكلم ايه كلام كتير، تعال نسيب الايه الكلام الكتير دوت ونبدا نشوف مسائل بقى. يعني احنا عمالين نقول كلام نظري، لا تعال نبص على مساله علشان نطبق على الكلام دوت. هنبص على اي مساله؟ هنبص على المساله اللي هي نمبر 2. في المساله نمبر 2 بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا عايزك تجيب الفورس اللي موجود ما بين تشارجد سيركلر لوب ليها ريدياس بي وعليها يونيفورم تشارج دينستي او ال. يبقى واحده واحده، انت عندك سيركلر لوب بالشكل ده كده ليها ريدياس بي والتشارج اللي محطوطه عليها رو ال. كلام جميل. وعندك بوينت تشارج كيو البوزيشن بتاعها ان هي موجوده على اللوب اكسس. ايه هو اللوب اكسس؟ لو دي اللوب بتاعتك، فين السنتر بتاعها؟ هو ده اللوب اكسس، هو الخط اللي بيبقى ايه بيربنديكولار على الايه، على البلين بتاعك، وبيعدي خلال الايه، بيعدي خلال الاوج بتاع السيركل بتاعتك. ده كده كلام جميل. فانا عندي هنا تشارج اسمها كيو وهي موجوده على اللوب اكسس عند ديستنس اتش من البلين بتاع اللوب. كلام جميل جدا. ده كده كان اول مطلوب، ان انا عايزك تجيب الفورس ما بين الاثنين. كلام جميل. بعد كده بيقول لك بعد ما تجيب الفورس، ايه هي الفورس لما الاتش تكون اكبر كتير قوي قوي من البي، يعني الهايت ده يكون اكبر من الريدياس كتير قوي، وفي نفس الوقت لما الاتش تكون موجوده بزيرو. طيب انا عايز احل المساله دي، احلها ازاي؟ خطوه رقم زيرو اللي احنا اتفقنا عليها من السكشن اللي فات، عايز تبدا تحل، حط الكوردينيت سيستم بتاعك. طيب احط الكوردينيت سيستم بتاعي ازاي عشان اعرف اجاوب على السؤال ده؟ هو انا لو عايز احل المساله دي، ايه اسهل طريقه لحل المساله، او ايه اسهل كوردينيت سيستم لحل المساله؟ لو انا جيت فكرت، هل الكارتيزيان كوردينيت يحلها؟ اه. هل السلندريكال يحلها؟ اه. طب هل السفيريكال يحلها؟ لا، السفيريكال هنا مش هيساعدني في اي حاجه خالص. حلو، يبقى احنا كده استبعدنا واحد. طب نحل كارتيزيان ولا نحل سلندريكال؟ لو انت جيت بصيت، انت عندك ايه؟ انت عندك لوب، اللوب دي ليها ريدياس، يعني ده بيفكرك شويه بالرو، وفي نفس الوقت برضو التشارج بتاعتي متوزعه على الايه؟ على الاطار بتاعها. حلو، يبقى انا لو جيت فكرت بالكلام اللي انا قلته هنا، في فيكتور هيسكان الايه؟ هيسكان اللوب ديت. معنى كده ان هو هيبقى بيلف ايه؟ بيلف على اللوب بتاعتي. يعني بيلف على اللوب بتاعتي، يعني ايه اللي بيحصل وهو بيلف؟ في تغيير بيحصل في انجل. حلو، يبقى انا ممكن لو انا جيت قلت ان ده الاكس اكسس وان ده الواي اكسس وان ده الزد اكسس، اعرف استخدم السلندريكال كوردينتس، وبرضه اعرف استخدم الكارتيزيان، بس السلندريكال متوافقه مع تعريفي للايه؟ للشكل ده. طب سؤال، لو انا غيرت ترتيب الاكسس هعرف احلها سلندريكال؟ لا، لان انت لو حطيت مثلا الاكس هنا والواي هنا والزد هنا، الدنيا عكت، ده ما بقاش سلندريكال كوردينت. فاسهل طريقه لحل المساله دي ان انا اروح للايه؟ للسلندريكال كوردينت. طيب ده كده كلام جميل جدا. حضرتك عايز تحل المساله، هو المساله طالب فيها ايه في الاساس؟ طالب مني ان انا اجيب الفورس. طيب هي الفورس عباره عن ايه؟ قيمة التشارج اللي هنا مضوبة في قيمة التشارج اللي هنا مقسومة على 4 باي ابسلون، الكلام اللي احنا قلناه ده. أو ممكن تقول بكل بساطة هي عبارة عن قيمة التشارج اللي اسمها كيو مضوبة في قيمة الإلكتريك فيلد اللي هيطلع لي منين؟ اللي هيطلع لي من اللوب. وتعالى نمسك ده نحسبه لوحده لأن دي أمرها هين. طيب تعالى نمسك الإيه؟ الإلكتريك فيلد اللي طالع من اللوب. هستخدم اني اكسبريشن اجي افكر هو ايه هو نوع التشارج اللي موجود عندي؟ لينير تشارج. حلو، طالما انا بتكلم على ايه؟ على لينير تشارج، فاحنا لو جينا بصينا المفروض الالكتريك فيلد يبقى عباره عن 1 على 4 باي ابسلون نود انتجريشن على ال ال داش فيكتور في اتجاه اليو ار كابيتال
رو ال مقسوم على ار سكوير دي ال داش. طيب ده كده كلام جميل، مفيش اي مشكلة. حلو جدا. عايزين نعمل ايه بقى؟ ال1 على 4 باي ايبسلون نود ده كونستنت. تعالى نمسك الايه الجزء اللي جوه ده. احنا عايزين نعرف ايه؟ اول حاجه خالص احنا عايزين نعرف هو الار ده اصلا جه ازاي عشان اعرف اجيب الماجنيتيود بتاعه، وفي نفس الوقت اجيب اليو اوف ار، وفي نفس الوقت اجيب الدي ال داش. طب الرو ال، لا هو مديهاني كده كقيمه، بيقول لي يونيفورم تشارج دنس اسمها رو ال. لو مديها لك كفاليو ساعتها هتحطها كفاليو، او لو مديها لك كاكسبريشن هتحطها كاكسبريشن. ولكن بشكل مبدئي الحاجه اللي انا عايز احسب قيمتها هي اليو ار والار والدي ال. طيب عايز احسب الار، احسب الار ازاي؟ احنا قلنا احنا عشان نحسب الار بنعتمد على تو فيكتورز، الار سمول والار داش. كلام جميل. ايه هو الار وايه هو الار داش؟ تعالى نمشي على حسب الديفينيشنز اللي احنا قلناها. الار فيكتور هو فيكتور من الاوريجن لحد الاوبزرفيشن بوينت. طب سؤال، انا هنا عايز احسب قيمه الالكتريك فيلد فين؟ عند التشارج دي. يبقى الار فيكتور هو اللي موجود من هنا لحد هنا، هو ده الايه؟ الار فيكتور. يبقى الار فيكتور هنا هو عباره عن ايه؟ كماجنتيود اتش، كدايركشن. عايز احسب الار داش، ايه هو الديفينيشن بتاع الار داش؟ الفيكتور اللي من الاوريجن لحد نقطه على السورس، وبعد كده هو هيسكنها في الانتجريشن. ماشي، من الاوريجن لحد نقطه على السورس، هو ده الايه؟ الار داش. طبعا الار زي ما انتم عارفين اللي هو اللي واصل من هنا لهنا يعني. طيب يبقى الار داش هنا وانا بستخدم سلندريكال كوردينتس كماجنتيود قيمته كام؟ بي. كدايركشن في اتجاه اليورو، صح؟ عايز اجيب الار، ايه هو الديفينيشن بتاع الار؟ ار ماينس ار داش، يبقى اتش يوزد ماينس بي يورو. عايز تجيب الايه؟ الماجنتيود، هات الفيكتور دوت واقسمه على الايه؟ سوري، عايز تجيب اليونت فيكتور، هات الفيكتور دوت واقسمه على الايه؟ على الماجنتيود بتاعه. فهتلاقيه بيطلع لك واحد على السكوير روت بتاع اتش سكوير زائد دي سكوير. الكلام ده مضروب فيه اتش يو زد ماينس بي يورو. كلام جميل جدا. نروح بقى لاخر ايه؟ لاخر واحده. انا عايز اجيب الدي ال داش، ايه هو تاني الدي ال داش؟ ده عباره عن جزء من اللينث بتاع السورس بتاعك. طب فين السورس بتاعي اللي لافف ده كده اهو؟ لو انا جيت خدت منه جزء، يعني انا جيت هنا كده قمت واخد الجزء ده كده، الجزء ده هو الدي ال داش. طيب الدي ال داش هنا هو هيبقى عباره عن ايه؟ انا فاكر من الكلام اللي احنا قلناه الاسبوع اللي فات ان الدي ال في الحاله بتاعت السلندريكال كوردينتس ليه ثلاثه كومبوننت، كومبوننت في رو، كومبوننت في الفاي، وكومبوننت في الزد. كلام جميل جدا. بس انا هنا الدي ال داش اللي محطوط عندي هو سكيلر كوانتيتي. طب انا اجيبه ازاي؟ هل اجيبه ان هو السكوير روت بتاع السميشن بتاع السكوير بتاع الكومبوننتس ديت؟ اقول لك لا، ولا اختار واحده من الكومبوننتس واحده واحده. تعال نفكر فيها كده دلوقتي. هو الدي ال دوت هو لو انت خدت حته من هنا، بعد كده رحت الحته اللي بعدها، بعد كده رحت الحته اللي بعدها، كده رحت الحته اللي بعدها، الدي ال ده هو بيتغير في اي اتجاه؟ او ال ال بتاعي هو موجود في اي اتجاه؟ لو انا جيت ابص كده موجود كده، موجود في اتجاه الايه؟ اليو فاي. ملوش علاقه خالص بالرو وملوش علاقة خالص بالايه؟ بالزد. حلو، يبقى انا اقوم فاتح الديفينيشن بتاع الدي ال داش الفيكتور
اخد منه اني كومبوننت، الكومبوننت اللي ليها علاقه باتجاه اليو فاي. طب الكومبوننت اللي ليها علاقه باتجاه اليو فاي كانت بتبقى عباره عن ايه؟ رو دي فاي. كلام جميل جدا، حلو. يبقى المفروض الجزئيه دي هتبقى عباره عن رو دي فاي. سؤال، الرو بتاعك ده ثابت ولا متغير؟ على اي نقطه على السورس بتاعي ده وانا بتحرك، الديستنس من الاورجين دي لحد السورس ديت مالها؟ اللي هي الريدياس بتاعي اللي هي بي. طيب ده كده كلام جميل. ونقطه تانيه احنا قلناها، اي حاجه ليها علاقه بالسورس كده، انت قدرت انك توصل انك تجيب كل الايه الاليمنتس اللي موجودين عندك فين في الانتجريشن الجميل ده. كلام حلو جدا. تعالى بقى ايه نكمل الحل، نحط الكلام ده في الانتجريشن ونوصل للايه للسوليوشن بتاعنا. يبقى الالكتريك فيلد اللي هو بتاع اللوب هيبقى عبارة عن 1/4πε0 عندي انتجريشن على اللينس، وانا هنا بانتجريت على الفاي، واللوب بتاعتي دي موجودة من اول هنا ولفة اللفة كلها، فانا بانتجريت من اول الزيرو لحد التو باي. اليو ار فيكتور موجود عندي هنا اهو، اتش يو زد ماينس بي يو رو مقسوم على الكلام ده. المفروض الكلام دوت هنا مقسوم على الار ايه؟ على الار سكوير. مفيش اي مشكله، الار سكوير طبعا انك تجيب الماجنتيود دوت وتعمل له سكويرنج فهيطلع لك اتش سكوير زائد بي سكوير. كلام جميل جدا. والدي ال هتحط القيمه دي. سؤال، هل الجزء ده بيعتمد على حاجه في الانتجريشن؟ يعني الانتجريشن هيأثر فيه ان انا اخرجه او اسيبه؟ لا، ده ثابت، الاتش ثابت والبي ثابت. كلام جميل جدا. فبالتالي ممكن انا قبل ما احط الانتجريشن ده اقوم مخرج ايه الجزء بتاع البي سكوير زائد اتش سكوير باور 3 اوفر 2 باور. طبعا هو جه منين 3/2؟ لان انت عارف ان انت هنا ده كانه بهاف وهنا عندك تحت ده سكوير، فهيطلع لك الايه القيمه دي هنا. طيب ده كده كلام جميل. طب في حاجه تاني جوه الانتجريشن انا ممكن اخرجها بره؟ اه، بي اف دي فاي. البي دوت ملوش علاقه بالانتجريشن، خرجه هو كمان. يعني الانتجريشن في النهايه هيبقى فاضل فيه ايه؟ هيبقى فاضل فيه انتجريشن من 2 من 0 ل 2 باي، وبعد كده هيبقى فاضل فيه فوق اتش يو زد ماينس بي يورو تحت. هل في حاجه هتبقى فاضله؟ لا. في نفس الوقت الكلام ده كله انا عايز اعمل له انتجريشن بالنسبه للايه؟ بالنسبه للديفاي داش. ده كده كلام جميل جدا، حلو. طيب ايه اللي احنا هنعمله؟ هتقول لي بكل بساطه ده انتجريشن بسيط جدا، اتش يو زد هعمل لها انتجريشن بالنسبه للفاي، هتطلع لي فاي فاقوم مطلع لي 2 باي، وهعمل انتجريشن بالنسبه للبي نفس الكلام برضه فاي تطلع لي 2 باي. فانا كده قدرت اجيب قيمه الالكتريك فيلد ومن نقطه اجيب قيمه الفورس. طيب ده كده كلام جميل جدا. بس انت دلوقتي هتسال نفسك سؤال، انا في اعدادي كنت باخد المساله دي وكانوا بيقولوا لي اما اجي احلها، بص يا باشمهندس خد نقطه من هنا مع نقطه من هنا يطلعوا الاثنين كده، لو انت جيت قمت عامل لهم ريزوليوشن واحده هتيجي كده وواحده هتيجي كده، فيلغي اي ايه الكتريك فيلد موجود في الايه في البلين دوت. يعني المفروض ما يطلعش عندك اي حاجه في اتجاه الاكس او في اتجاه الواي، وكل الالكتريك فيلد هيطلع لك فين؟ في اتجاه الزد. ده الكلام اللي كانوا بيقولوه في اعدادي. طب دلوقتي واحنا ماشيين ماثيماتكس برضه، احنا ما عملناش حاجه، احنا بس بدل ما نشتغل كارتيزيان واحنا اشتغلنا سلندريكال. كل اللي احنا عملناه طلع زي ما هو، بس انا طلع لي هنا كومبوننت زياده. يبقى الغلطه فين؟ ما اكيد هنا في حاجه غلط. لا انا غلط، لا هم اللي كانوا بيقولوا لنا قبل كده غلط. الغلطة هنا موجودة فين؟ موجودة في اليونت فيكتور ده.
واحده واحده. ايه معنى الكلام ده؟ اخر حاجه لو تفتكروا انا قلتها لكم المره اللي فاتت ايه؟ الكونفرجنس. ايه ميزه الكونفرجنس؟ احنا قلنا ان الاكس واي زد دول حاجه اسمهم جنرال كوردينيت سيستم. يعني ايه جنرال كوردينيت سيستم؟ يعني كوردينيت سيستم بيتعرف بيهم اي حاجه. السلندريكال والسفيريكال احنا حاجه معرفينهم علشان يسهلوا علينا الفلو بتاع الحل مش اكتر. فبالتالي دول مش حاجه انت تقدر تعرف بيها السيستمز بتاعك او ما تقدرش تعرف بيها الحاجه بتاعتك جيومتريكالي 100%. ليه؟ لان جوه اليونت فيكتور ده في ديبندنس. ديبندنس على ايه؟ ديبندنس على الاليمنتس بتاعت الايه؟ بتاعت الكوردز نفسها واحده واحده. يعني ايه؟ تعال امسك اليو فاي دوت واعمل له كونفرجنس للكارتيزيان كوردينت زي ما احنا اتكلمنا الايه السكشن اللي فات. هتلاقي نفسك بتعمل ايه؟ بتفك اليو فاي دوت لكوساين فاي في اتجاه اليو اكس، مش فاكر، ماينس ساين فاي في اتجاه اليو واي، ماينس ولا بلس؟ بلس. وطبعا احنا هنا ايه شغالين بالنسبه للسوس فبيبقى داش. طب ايه المشكله؟ لا ده هي دي المشكله، انت اليونت فيكتور بتاعك اللي انت شغال عليه هو فانكشن في الكومبوننت بتاع الايه كومبوننت بتاع السورس اللي انت اصلا بتحسبه، هو ده اللي عامل الازمه. انت هنا لما جيت عملت الانتجريشن انت شلت من دماغك ان ده بيعتمد على الفاي داش. طيب هيفرق ايه بقى ان ده يبقى موجود؟ تعال نبص. انت دلوقتي بدل ما بقيت تعمل انتجريشن ويطلع لك هنا فاي، انت بقيت تعمل انتجريشن على كوزاين وتعمل انتجريشن على ايه؟ وخد بالك الانتجريشن على كوزاين والانتجريشن على ساين انت بتعملهم على كومبليت ايه؟ فلما تعمل انتجريشن على كومبليت سايكل يطلع لك ايه؟ زيرو. فبالتالي المفروض كل الكوانتيتي دي كده من الاول كانت تبقى بزيرو، اللي هو كان يقول لك عنها في اعدادي نتيجه السيمتري. يعني ايه سيمتري؟ يعني التشارجز اللي انا شايفها من هنا قد العدد اللي انا شايفه من هنا لو انا واقف بحسب الالكتريك فيلد هنا. تمام؟ فبالتالي في النهايه اللي هيفضل عندي في الانتجريشن بس هو الجزء بتاع الايه؟ بتاع الاتش. لما حضرتك هتحسب الحسبه دي هتلاقي في الاخر ان الالكتريك فيلد بيطلع لك بي مضروب في الاتش، الكلام دوت مقسوم على 2 ابسلون نود بي سكوير اتش سكوير 3 اوفر 2 بي اتش. اه معلش احنا هنا نسينا رو ال، هو اللي دي كونستنت برضه فكانت تخرج بره الانتجريشن، فالكلام ده كله مضروب في الايه؟ في رو ال مقسوم على 2 ابسلون نود بي سكوير زائد اتش سكوير 3 اوفر 2، وكل الكلام دوت في اتجاه الايه؟ اليونت فيكتور يو اوف زد، واليونتس بتاعته فولت بير متر. فبالتالي لما حضرتك تحب انك تروح تجيب الفورس بتاعتك هتلاقيها ان هي عباره عن ايه؟ القيمه اللي حضرتك جبتها دي هي هي بس حط قيمة التشارج اللي هي ايه؟ اللي هي كيو. تمام؟ النقطة دي مهمة جدا، لأن النقطة دي احنا اللي بنستخدم فيها الكونفرجن. طب احنا هنا ليه استخدمنا الكونفرجن؟ استخدمناه لأن اليورو فيها معلومات عن السورس بتاعي وأنا بانتجريت على الحاجة دي. يعني تعال نفترض إن أنت كنت شغال وبتانتجريت هنا على الدي زد، مش محتاج تحول. التحويلة جت بس نتيجة ان انا الفيكتور ده او اليونت فيكتور ده فيه انفورميشن، والانفورميشن دي انا بانتجريت عليها، فانا ما ينفعش اهملها في الايه؟ في الانتجريشن بتاعي. تمام؟ ودي اول كيس من الكيسز اللي احنا بنحتاج فيها الايه؟ الكونفرجن. طيب حد هنا هيجي يسالني طب هل انا ممكن احلها بنظام اعدادي؟ انا ما عنديش اي مشكله، حل باللي يريحك، بس حط في اعتبارك حاجه بسيطه، ان هو في اعدادي كان دايما كل المسائل اللي بيجيبها لك بحيث ان هو يضمن ان هي بيتحقق فيها شكل معين، فبالتالي يبقى في تشارج من هنا هتشيل التشارج مع اللي هنا والدنيا تتظبط. دلوقتي انا ممكن اجي اقول لك لا تعال احسب لي قيمه الالكتريك فيلد هنا،
ساعتها انت هتلاقي ان الموضوع صعب جدا 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 لو انت شغال كارتيزيان. هتلاقي ان احسن لك ان انت تشتغل سلندريكال، وفي نفس الوقت برضو احسن لك انك ايه تتعامل بالنظام بتاع الايه الفيكتورز ده. لو انت دلوقتي ما تقبلتوش او حسيته صعب او حسيته حاجه جديده، في المستقبل هيبقى واقع. فنصيحتي تعود عليه من دلوقتي عشان يبقى ده الواقع بتاعك. تمام كده؟ فده كده بخصوص ايه اول جزئيه في المساله. الجزئيه الثانيه بيقول لك طب الفورس دي هيحصل لها ايه لما الاتش تكون اكبر كتير او من البي، او لما الاتش تكون بتساوي زيرو. تعال نبص. لو انا هلا حطيت لك الاتش بزيرو، فوق هيطلع زيرو وتحت دي هتبقى زيرو، فهيبقى زيرو على فاليو، فالفورس تطلع بكام؟ بزيرو. هل الكلام ده منطقي؟ اه منطقي. ليه؟ لو انت خدت البوينت تشارج دي حطيتها هنا في النص، التشارج دي بتاثر عليها كده، واللي قدامها بتاثر عليها العكس، وهكذا. فهتلاقي في الاخر ان كل الفورسز اللي عليها بتتلاشى. طيب تعال بقى نفترض ان انت يعني لو احنا بنتكلم خلاص ات اتش ايكوال زيرو، فالاف دوت هيبقى بيساوي كام؟ زيرو. وده كلام منطقي. طب لو احنا جينا بقى قلنا ان الاتش ديت اكبر كتير او من الريديوس، ايه اللي هيحصل؟ تعال نبص. معنى ان الاتش بقت كبيره قوي 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 بالنسبه للبي، ده يعمل ايه؟ في النيوميريتور مش هيعمل حاجه لان مفيش اي تغيير، انما في الدينومينيتور انا هنا عندي سميشن. تخيل انك بتجمع مثلا مليار جنب 0.0001، يبقى انت ممكن تعمل ايه؟ تنجلكت البي جنب الايه؟ جنب الاتش. طيب هستفيد ايه ان انا لما نجلكت البي جنب الاتش؟ تعال نكتب كده الفورس، هتبقى ساعتها كيو بي اتش رو ال مقسوم على 2 ابسلون نود، شلت انت البي جنب الاتش، الاتش باور 2 هنا 3 باور 2، فهيطلع لك هنا اتش باور كام؟ اتش باور 3، وده في اتجاه الايه؟ اليو زد. الاتش باور 3 دي تشيلها مع الاتش اللي فوق يتبقى لك ايه؟ اتش سكوير. تمام. طيب تلاقي الاكسبريشن كده استفدت ايه؟ لو انت بصيت له كده هتحس ان هو ايه؟ عادي، اكسبريشن طلع عادي. ولكن تعالى نفترض ان انا جيت اقول لك ايه؟ اضرب في 2 باي فوق وتحت. هتقول لي تحت هيبقى عندي 4 باي ابسلون نوت، وادي الاتش اهو سكوير، وادي اليو زد. وفوق هيبقى عندي كيو رو ال في 2 باي بي. ايه اللي انت ملاحظه هنا؟ ده قيمة التشارج بتاعتي اللي هي كيو، وده هو التشارج بتاعة الايه؟ اللوب ديت. لان خد بالك الرو ال دوت ده تشارج دينستي، فانت لو عايز تجيب التوتال تشارج هات قيمة التشارج دينستي ديت اضربها في الايه؟ في اللينث اللي هو السيركمفرنس بتاع الايه؟ بتاع السيركل. فالسيركمفرنس 2 باي بي. الكلام ده كله مقسوم على 4 باي ايبسلون نوت في اتش سكوير، يعني كانك بتقول ان الشكل دوت هو عباره عن قيمه الكيو في الكيو بتاعت اللوب مقسوم على 4 باي ابسلون نود، والاتش ده هو الايه؟ هو الديستنس اللي موجوده ما بينهم. ايه اللي حصل برضه؟ اللي حصل ان انت لما بعدت التشارج عن اللوب، التشارج بقت شايفه اللوب كانها بوينت تشارج، واللوب بقت شايفه التشارج برضه كانها بوينت تشارج. تمام كده؟ ده كده الكلام اللي احنا محتاجين ان احنا نقوله بالنسبه لايه؟ بالنسبه لكولوم. طيب احنا دلوقتي يعتبر كده خلصنا الكلام عن البارت الاولاني اللي احنا عايزين نتكلم عليه اللي هو خاص بالكولوم وخاص بالالكتريك فيلد. الجزء اللي بعد كده احنا عايزين نبدا نبص على جاوس لو. بس قبل ما نبص على جاوس لو تعالى نبص على ديفينيشن حاجه اسمها الالكتروستاتيك فلكس. يبقى احنا لحد دلوقتي احنا عرفنا الفورس اللي موجود ما بين تو بوينت تشارج، وعرفنا الالكتريك فيلد اللي ناتج نتيجه بوينت تشارج، واللي ناتج نتيجه عدد ان من البوينت تشارج، واللي ناتج نتيجه كونتينوس تشارج ديستريبيوشن. دلوقتي هنعرف حاجه بقى اسمها الايه؟ الالكتروستاتيك فلكس. الالكتروستاتيك فلكس دي ظهرت نتيجه ايه؟ نتيجه ان انت حضرتك بتقول انا لو عندي الكتريك فيلد او لو عندي تشارج، فالتشارج ديت المفروض هيطلع حواليها كده الكتريك فيلد. زي ما الدكتور قال لكم في المحاضره الالكتريك فيلد لاينز دول
ليهم شويه بروبرتيز. الحاجه اللي بتوصف لي اللاينز ديت شكلها عامل ازاي كسكيلر كوانتيتي بالنسبه لي سيكشن اوف كورس اريا هي بتعديه حاجه احنا بنسميها الالكتروستاتيك فلكس. طب تعال نقولها بشكل ايه مختلف شويه. هو الديفينيشن بتاعه جاي ازاي؟ قال لك بكل بساطه هو عباره عن الالكتريك فيلد بتاعك دوت برودكت مع الدي اوف اس. ايه الدي اوف اس دوت؟ تعال نفترض زي ما احنا قلنا كده ان انت عندك تشارج، والتشارج ديت بتطلع فيلد لاينز بالايه؟ بالشكل اللي انت شايفه قدامك ده. جيت انا كده في منطقه في السبيس وعرفت اريا معينه، انا عايز اعرف عدد اللاينز اللي بتعدي من الاريا ديت عامل ازاي، او التصرف بتاع الالكتريك فيلد خلال الاريا ده عامل ازاي. الحاجه اللي بتوصف لي الكلام ده هي اللي اسمها ايه؟ الالكتروستاتيك فلكس. طب ده بيتحسب ازاي؟ عن طريق انك بتمسك كل الالكتريك فيلد لاينز اللي بتعدي خلال السيرفيس اريا ده، وتبدا تجيب الريليشن اللي ما بينها وما بين اليونت فيكتور بتاع الايه؟ بتاع السيرفيس اريا ده. طبعا ده لو انا بتكلم على سيرفيس اريا كده كبير، لو انا قعدت اصغره واصغره واصغره واصغره، فساعتها بدل ما انا بتعامل مع اس هلاقي نفسي بتعامل مع ايه؟ مع دي اوف اس. طبعا ده حاجه تعتبر بسيطه لان انا مش مهتم ان انا اخش معاكم قوي في فكره الايه الفيزيكال اكسبلينيشن، لان ده المفروض اللي الدكتور هيعمله معاكم في المحاضره يعني، او اوريدي عمله. ولكن اللي انا عايز اوصل له ان الفلكس بيعبر عن ايه؟ بيعبر عن الفيلد لاينز اللي بتعدي خلال يونت اريا صغيره اسمها دي اوف اس، وانا بانتجريت على الاريا دي بحيث ان انا اكابتشر كل اللاينز ديت. من الديفينيشن بقى بتاع الالكتروستاتيك فلكس ظهر لنا ايه؟ جاوس لو. ازاي بقى؟ هو بيقول لك التوتال اوتورد فلكس اللي بتاع الالكتريك فيلد، يعني انت ايه عندك الكتريك فيلد، الفلكس او الفيلد لاينز اللي بتبقى طالعه خلال كلوزد سيرفيس. تعال نمشيها كده ايه واحده واحده. يبقى انا اول حاجه خالص انا قلت التوتال اوتورد فلكس اوف الكتريك فيلد، يبقى انا بتكلم على فلكس كده اهو، فريد اهو، ده كده الكتريك فيلد ماشي. اوتورد معناها ان هو ايه؟ خارج. خارج بقى منين؟ من كلوزد سيرفيس، يعني انت كده عندك هنا كده سيرفيس يعتبر ان هو ايه؟ مقفول بالشكل ده. الفلكس كده اللي خارج ايه؟ اللي خارج منه ده. وانت شغال فين؟ شغال في الفري سبيس. الفلكس دوت عبارة عن ايه؟ قال لك ده عبارة عن التوتال تشارج اللي بتبقى موجودة هنا مقسومة على ابسلون نوت. يعني ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو بيقول لك ان الفلكس بتاعك اللي بيبقى خارج من كلوزد سيرفيس بالشكل ده هو في الاساس عبارة عن مجموعة للتشارجز اللي موجودة جوه الكلوزد سيرفيس دوت مقسوم على ايبسلون نود. وانت عارف ان الديفينيشن بتاع الفلكس ده هو عباره عن ايه؟ انتجريشن على سيرفيس اي دوت دي اس، مش ده اللي احنا لسه قايلينه؟ بس السيرفيس ده هنا لازم يكون ايه؟ لازم يكون كلوزد. يبقى لو كان اوبن سيرفيس جاوس ملوش دعوه. كلام جميل جدا، حلو. طيب كده احنا عرفنا جاوس قصده بيها ايه، والقانون بتاعنا طلع بالشكل ده. طيب انا استفدت ايه من القانون ده؟ اللي انا استفدته ان ده وسيله اخرى اعرف من خلالها احسب الالكتريك فيلد. كلام جميل جدا. يبقى انت دلوقتي بقى عندك طريقتين، يا اما انت تستخدم كولوم يا اما ان انت تستخدم جاوس. ده كده كلام جميل. طب سؤال، استخدم كولوم امتى واستخدم جاوس امتى؟ كولوم بيعرف يحل كل المسائل؟ جاوس بيعرف يحل كل المسائل؟ طب طالما ده بيعرف يحل كل المسائل وده بيعرف يحل كل المسائل، انا ليه محتاج اعرف الاثنين؟ اقول لك لان في مسائل معينه جاوس حله فيها سهل، وفي مسائل تانية حله فيها صعب. فوقت ما يكون حل جاوس سهل روح لجاوس،
طب الحل صعب، هروح له كولوم. طب افرض كمان كولوم كان حله صعب، هنتكلم بعد كده. ولكن بشكل مبدئي في مجموعه من المسائل جاوس لو بيبع في الحل بتاعها. يعني ايه بيبع؟ يعني بيبقى حله فيها سهل جدا. طيب اني نوع من المسائل؟ قال لك المسائل اللي بيتحقق فيها شرطين. اول شرط منهم ان انت يتحقق عندك السيمتري كونديشن. تاني شرط ان انت تختار سيرفيس اللي هو الكلوزد سيرفيس ده، بحيث ان انت تكون عارف قيمه النورمال كومبوننت بتاعت الالكتريك فيلد عليه اللي ناتج من التوزيع اللي هتبقى جوه السيرفيس دوت، ويفضل كمان ان هي تبقى ثابته واحده واحده. ايه معنى الكلام ده؟ تعال نمسك الشرط التاني ونرجع منه على الشرط الاولاني. دلوقتي زي ما انت شايف كده المعادله اللي قدامك دي هي عباره عن جزئين، جزء ده وجزء ده. الجزء دوت فيه قيمه كونستانت اللي هو الابسلون نوت، دي معروفه، وده مجموع التشارجز اللي جوه كلوزد سيرفيس. يبقى انت ممكن تيجي في اي حته في السبيس وتعرف كلوزد سيرفيس، كلام جميل. مجموع التشارجز اللي جواه هتعرف تحسبها، يبقى الحته دي كده بالنسبه لك مش ايه، مش ازمه. الازمه كلها فين؟ الازمه كلها هنا. ايه بقى الازمه اللي موجوده هنا؟ اول حاجه خالص انت عندك دوت برودكت موجود ما بين الالكتريك فيلد وما بين الدي اوف اس. طب وايه مشكله ان يبقى في دوت برودكت؟ اقول لك خد بالك من حاجه، معنى كده ان انت لازم تبقى عارف العلاقه اللي ما بين كل فيلد لاين مع كل نقطه. النقطة دي الالكتريك فيلد ماشي كذا، وعند النقطة دي 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 ماشي كذا. فالعملية دي هتكون صعبة جدا 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 لو ايه؟ لو انت الفيلد لاينز دي كلها ملهاش اتجاه محدد. راندم كده زي ما انت شايف، لو هي راندم كده انا هتعب. ليه؟ لأن انا عند كل نقطة انا هبقى محتاج ان انا اعرف القيمة دي بتساوي كام. فبالتالي لو انت ما تحققلكش الشرط بتاع ان قيمه الالكتريك فيلد عند كل نقطه معروفه بالنسبه لك، ده هيعمل لك مشكله. هتقول لي طب معنى كده ان هي مستحيله؟ اقول لك لا، انت لو عرفت هتعرف تحل، ولكن انا بقول لك انت المفروض هنا هتعمل انتجريشن، فانت محتاج يبقى عندك فانكشن سهله وبسيطه تعرف تحلها. لكن لو انت عندك فانكشنز كتير، هو لو انت حطيتها على كمبيوتر هيحلها وهيجيب لك حل، ولكن مش معنى كده انك انت هتعرف تحلها ماثيماتيكال او تعرف تحلها بورقه وقلم زي ما احنا بنقول. حلو، يبقى اول حاجه هو بيقول لك ايه؟ اضمن ان انت تكون عارف العلاقه اللي ما بين كل الفيلد لاين عند كل نقطه في الاريا. واحسن حل اللي هو ايه؟ ان الفيلد لاينز دول كلهم يكونوا بيربنديكولار على السيرفيس اريا بتاعك. طب ليه؟ تعال نشوف. لو انا اخترت سيرفيس اريا بالشكل ده كده وكل الفيلد لاينز اللي عليه بيربنديكولار كده، كل اللي خارجين من عند اي نقطه عليه بيربنديكولار، انا كده هستفيد ايه؟ الالكتريك فيلد في الاتجاه دوت. طب الدي اوف اس اتجاهه فين؟ فيكتور بيربنديكولار على السيرفيس بتاعي. حلو، يبقى هيبقى اتجاهه عند اي نقطه على السيرفيس هي ايه؟ هي كده. يبقى ساعتها ايه اللي هيحصل للدوت برودكت؟ الماجنتيود بتاع الالكتريك فيلد في الماجنتيود بتاع الدي اوف اس مضروب في كوزاين الانجل اللي ما بينهم اللي هي زيرو، كوزاين زيرو ب 1. فيبقى اول حاجه لو انت عايز تستخدم جاوس في مساله والموضوع يبقى سهل، اضمن لي ان الفيلد لاينز بتوعك يكونوا دايما بيربنديكولار على الاريا بتاعتك في كل النقط اللي انت شغال عليها في المساله. طيب ده كده كلام جميل جدا. فده اللي هو بيقوله الشرط، اضمن لي ايه؟ ان النورمال كومبوننت، يعني او اللي احنا هنوصل له، يعني ان النورمال كومبوننت ده يكون ايه، او ان الكومبوننت اللي انت شغال بيه للالكتريك فيلد يكون نورمال. نورمال إيه؟ على الاريا. ده كده اول جزئيه. طب الجزئيه الثانيه، انت كده الدوت برودكت اختفى بقى ابسوليوت ايه في ابسوليوت دي اوف اس. الحاجة التانية برضو اضمن لي ان الالكتريك فيلد دوت يكون كونستنت. طب انا هستفيد ايه ان هو يكون كونستنت؟
ان هتلاقي ان الالكتريك فيلد ده يقوم طالع بره الانتجريشن، يبقى انت بتعمل انتجريشن على كلوزد سيرفيس بالنسبه للدي اوف اس، يطلع لك السيرفيس ذات نفسه، السيرفيس اريا ذات نفسها. تمام؟ يبقى دلوقتي سريعا كده انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اضمن حاجتين يتحققوا. الحاجه الاولى الالكتريك فيلد بتاعي والدي اوف اس في كل النقط اللي موجوده على السيرفيس دايما اكون عارف الانجل ما بينهم، واحسن حاجه ان الفيلد لاينز تبقى بيربنديكولار على السيرفيس بحيث ان الانجل تبقى زيرو، فالشكل ده من المعادله يتحول للماجنيتيود بتاع الاي مضروب في الماجنيتيود بتاع الدي اوف اس. ده كده اول حاجه انا عايز احققها. الحاجه الثانيه خلي الماجنيتيود كمان بتاع الاي اوف اس دوت اللي هو النورمال كومبوننت يكون ثابت. لما هيكون ثابت هيخرج لك بره الانتجريشن دوت، فبالتالي تبقى انت بتانتجريت على الدي اوف اس يطلع لك الايه؟ السيرفيس اريا بتاعتك. حلو قوي. طب الكونديشن ده والكونديشن ده هضمنهم ازاي؟ هتضمنهم عن طريق السيمتري. ايه بقى فكره السيمتري؟ السيمتري ديت بالعربي معناها التماثل. يعني ايه التماثل؟ يعني بشكل ايه ديفينيشن بسيط، هو بيقول لك لما انت بتقف قدام المرايه انت بتشوف ايه؟ انت بتشوف نفسك، يعني كانك ايه؟ متماثل قدام نفسك. ده الديفينيشن بتاع الايه؟ بتاع السيمتري. او لو انت مثلا بتشوف صوره تلاقي ان الجنب اليمين بتاعها هو نفس الجنب الشمال بتاعها، ده برضه معناها سيمتري. طيب السيمتري دي ماشيه ازاي او بتتعمل ازاي او عايزين لو احنا نشتغل عليها نشتغل عليها ازاي؟ قال لك في البدايه انت لازم تكون عارف ان في نوعين من السيمتري. حاجه اسمها الجيومتريكال سيمتري وحاجه اسمها الالكتريكال سيمتري. طبعا هو في حاجات كتير بس احنا اللي يهمنا دلوقتي في الكلام بتاعنا هما الاثنين دول، لا اما الجيومتريكال لا اما الايه؟ لا اما الالكتريكال. طيب ايه الجيومتريكال وايه الالكتريكال؟ تعال ناخد المساله اللي احنا لسه حليناها من شويه، اللوب ديت. لو انا جيت على اللوب اكسس ووقفت عند النقطه دي، واللوب ديت هي عباره عن سيركل عاديه خالص ما اقولش ان عليها تشارج او حاجه، ان هي سيركل عاديه. لو انا جيت قلت لك وانت واقف عند النقطه دي وبصيت على اي نقطه موجوده على السيركل بتاعتك، بعد النقطه دي عن السيركل هل هيختلف؟ اكيد هيفضل نفس الحاجه، ما هو البعد من النقطه دي للنقطه دي هو نفسه من النقطه دي للنقطه ديت. كلام جميل جدا. يبقى معنى كده ايه؟ ان اي نقطه موجوده على اللوب اكسس متحقق فيها ايه؟ الجيومتريكال سيمتري. يعني ايه؟ يعني هي بعدها عن كل النقط اللي موجوده على اللوب بتاعتي واحد. طيب ده كده كلام جميل. طب لو انا جيت اخترت نقطه هنا هل السيمتري متحقق؟ لا. ليه؟ لان بعدي عن النقطه دي مش زي بعدي عن الايه؟ عن النقطه دي. ده كده لو انا بتكلم على جيومتريكال سيمتري. طيب لو عايزين نتكلم على الكتريكال سيمتري، اللوب ديت عليها تشارج رو ال، تأثير كل نقطة من النقط دي من البوينت تشارجز ديت على النقطة اللي موجودة على اللوب اكسس نفس التأثير. فيبقى لو انا جات لي مسألة زي دي اقول اه دي متحقق فيها جيومتريكال سيمتري ومتحقق فيها الكتريكال سيمتري. طب لو انا رحت للنقطة ديت برضه بنفس الكونسيبت، تأثير البوينت اللي تشارج اللي هنا غير تأثير البوينت تشارج اللي فين؟ اللي هنا. طيب ده كل ده برضه كلام جميل جدا وانا مش معترض عليه. طب تعالى نخالف شوية الكلام دوت عشان نبقى فاهمين أكتر. تعالى أقول لك إن الجزء ده من اللوب مشحون رو ال، والجزء ده من اللوب مشحون 2 رو ال، وأنا جيت وقفت هنا عند النقطة دي، هنا إيه اللي متحقق؟ الجيومتريكال سيمتري، لأنه ملوش علاقة أصلاً بالتشارجز. انا واقف عند النقطه ديت فبعدي من كل النقط واحد. لكن هل هنا الالكتريك سيمتري متحقق؟ لا. ليه؟ لان انا هنا شايف تشارج جايه من او ال، انا هنا شايف تشارج جايه من 2 او ال. كلام جميل جدا. خلاصه الكلام ان السيمتري بتاعتنا ديت ليها الشكلين دول. طيب دول هيفرقوا معايا في ايه؟
هيفرقوا معاك ان انا بدل ما اتعامل مع sources هي تعتبر infinite سوري تعتبر finite في length، تعال نبص على sources infinite بالشكل ده كده. عندك line او عندك wire، الwire ده هنا رايح لانفينيتي وجاي هنا من نيجاتيف انفينيتي. وهنا قبل ما نبدا نستطرد في الكلام يعني سؤال، هل دي حاجه براكتيكال؟ لا. طب لو انا عايز اشوف الحاجه البراكتيكال بتاعتها، اعتبر انك شغال على واير اللينس بتاعه كبير جدا 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 جدا، فبالنسبه له وانت واقف هنا هتبقى شايفه كانه انفينيت، زي ما انت تقف كده قدام شريط القطر بتبص يمينك وبتبص شمالك تلاقي ايه مكمل لما لا نهايه ومكمل ما هو، لا هو مش مكمل لما لا نهايه، هو انت اخرك او قدرتك ان انت تشوفه هو كده. فبنفس الكونسبت اعتبر ان انت قدام حاجه طويله جدا جدا جدا. لو انت جيت وقفت عند نقطه هنا، هل السيمتري متحققه؟ سؤال اني سيمتريز، الجيومتريكال ولا الالكتريكال؟ تعال نمسك الجيومتريكال. النقطه ديت بعدها عني واحد، طب هنا لا دي مختلفه، بس زي ما هنا فيه هنا برضو ايه فيه، زي ما هنا فيه هنا برضو فيه، وزي ما هنا فيه هنا برضو فيه، وهنا زي ما هنا فيه هنا برضو فيه. تمام. طب هل الجيومتريكال يهمني في حاجه؟ لا، انا عايز ابص على الالكتريكال. الواير ده مشحون بـ OL. لو انت جيت بصيت تاثير النقطه دي على سوري تاثير الالكتريك فيلد على النقطه ديت، فتقول لي بيطلع الكتريك فيلد في الاتجاه ده كده. خلينا بس نرسمها بالايه بالازرق. طب النقطه اللي فوق فوقيه بشويه الكتريك فيلد كده، طب النقطه اللي زيها تحت بتطلع الكتريك فيلد كده. افضل بقى اطلع وانزل كده، ايه اللي هتلاقيه؟ هتلاقي ان كل الالكتريك فيلد كومبوننت اللي يعتبروا بارلل بالنسبه للايه للواير ده كلهم بيروحوا هنا او بيروحوا هنا، والقيمه اللي هنا هتبقى اكيد قد القيمه اللي هنا لان النقطه دي في نقطه بتعكسها تحت. فكل الالكتريك فيلد اللي موجود في الاتجاه دوت ايه اللي هيحصل له؟ هيختفي. ويتبقى في النهاية أني إلكتريك فيلد؟ الإلكتريك فيلد اللي ماشي في الاتجاه ده. استنى. فيبقى المفروض الإلكتريك فيلد بتاعي اللي هيطلع عند النقطة دي كله هيبقى فين؟ في الاتجاه ده. طب لو رحنا لأي نقطة تانية فوقيها أو تحتيها هتلاقيهم كلهم برضو في الاتجاه ده، سواء يمينه أو شماله. يبقى معنى كده أي نقطة أنت هتختارها فوق أو تحت يمينه أو شماله، إيه اللي متحقق عندها؟ متحقق عندها الإلكتريكال سيمتري. ليه؟ لأن هي حاسة بنفس قيمة الفيلد. بس خد بالك من حاجة، النقطة دي على بعد مثلا 5 سنتي من هنا، لازم تنزل عند نقطة برضه بعدها 5 سم، لأن أنت لو زودت لا الوضع هيختلف، الإلكتريك فيلد هيتغير. تمام؟ فبالتالي اللي إحنا عايزين نوصل له من هنا أو اللي إحنا عايزين نتكلم عليه من هنا، إحنا ليه النوع ده من المسائل أو ليه الشكل ده من السورسز جاوس ممكن يقدر يحله؟ لأن أول حاجة خالص هو متحقق فيه السيمتري. هتقول لي طيب ما هو الحاجات اللي قبل كده إحنا برضه قلنا متحقق فيها السيمتري بس بتتحل بكولوم. أقول لك لا، والشرط التاني كمان متحقق فيه، إن كل اللي موجود فيه من الإلكتريك فيلد هو نورمال، وفي نفس الوقت قيمته إيه؟ ثابتة. يعني إيه قيمته ثابتة؟ يعني أنا لو جيت قلت لك زي ما أنتم طبعًا عارفين الكلام دوت، أنا هاخد للواير ده جاوسيان سيرفيس في صورة سيلندر كده، طبعا احنا عارفين ان اللي فوق واللي تحت دول مش متاثروا خالص بالالكتريك فيلد لانهم مش هيوصل لهم نتيجه الشرح اللي احنا قلناه، والالكتريك فيلد بس هيبقى كده. فعند اي نقطه على الجاوسيان سيرفيس ده انت ضامن ايه؟ الالكتريك فيلد نورمال على السيرفيس دوت، وفي نفس الوقت قيمته ثابته على كل الايه؟ السيرفيس ده. فبالتالي انت تحقق لك الشرط بتاع السيمتري اللي هو الالكتريكال سيمتري، وتحقق لك الشرط بتاع ان النورمال كومبوننت بتاع الالكتريك فيلد
ثابت على الجاوسين سيرفس. الاثنين دول لما يتحققوا انت كده تقدر تحل بجاوس. طب المسائل اللي احنا اتكلمنا عليها قبل كده تتحلش بجاوس؟ تتحل، ولكن هتقابلك مشكله في الانتجريشن، هتقابلك مشكله في الدوت ايه، في الدوت برودكت. الخلاصه او الزتونه بتاعت الموضوع، لو انت بتتعامل مع انفينيت سورسز او سفيرز حل بجاوس، اي حاجه تانية الى الان حلها بكله. زي ايه؟ اللوبس، البوينت تشارج، الحاجات دي. تمام؟ يبقى الانفينيت سورسز كلها بلا استثناء جاوس بلس السفيرز، حلو جدا. وبالتالي الدكتور المفروض معاكم في المحاضره هو عمل تو اكزامبلز. الاكزامبل الاولاني ان انت يكون عندك يونيفورملي تشارجد انفينيت واير اللي هو احنا بنتكلم عنه ده، او يكون عندك سلندريكال شيل، يعني شيل كده عباره عن سلندريكال. حضرتك تبقى عارف ان لو انت حليته بجاوس الالكتريك فيلد بيطلع بالشكل ده، رو ال مقسوم على 2 باي ابسلون نود رو في اتجاه اليورو. دي امبورتنت ريزلت. يعني ايه؟ يعني انت لو موجود في امتحان وجالك مساله فيها انفينيت واير بالشكل دوت، ممكن على طول تكتب ان الالكتريك فيلد هيطلع كده. طبعا الالكتريك فيلد بيطلع كده ايه، بره الايه، بره الواير ده او بره الشيل ده. لو جوه الشيل طبعا هيبقى بزيرو، بس احنا لو بنتكلم براحه هيطلع كده. طب سؤال، يعني معنى ان انا اكتبها على طول اه كده في الامتحان؟ اقول لك اه، طالما ان هو مش طالب انك تعمل ديريفيجن للايه، للحل. يعني لو المساله هي انفينيت واير وبيقول لك حله بجاوس، فانت مش هتقول له على طول الريزلت هيطلع كده. لكن لو انت بتحل في مساله ومحتاج تجيب الالكتريك فيلد اللي هيطلع من انفينيت واير، فانت على طول ممكن تقول ان الالكتريك فيلد اللي بيطلع هو ايه، هو كده. ده كده الايه، الكيس الاولى. ايه الكيس الثانيه؟ ان انت يكون عندك يونيفورملي تشارجد انفينيت بلين سيرفيس، يعني عندك سيرفيس والسيرفيس ده مشحون بايه، برو اس. قيمه الالكتريك فيلد فوقيه بتبقى رو اس على 2 ابسلون نوت في اتجاه اليو زد، بفرض ان هو محطوط في الاكس واي بلين. فقيمه الالكتريك فيلد اللي هتطلع فيه هتبقى في اتجاه اليو زد كده من فوق رو اس على 2 ابسلون نوت، ومن تحت رو اس على 2 ابسلون نوت بس اتجاهها في ايه، في النيجاتيف يوزرز. التو ريزلتس دول حضرتك تبقى ايه، عارفهم وممكن تستخدمهم طالما ان هم مش مطلوبين منك انك تعمل لهم ديريفيجن فين في المساله. تمام كده؟ اوكي. تعالوا ايه، نبص كده على مساله ليها علاقه بايه، بجاوس. نفتكر بس الحاجه اللي احنا كنا بنعملها قبل كده. فهنبص على المساله اللي هي نمبر 5. بيقول ايه، ان انت عندك infinitely long cylindrical shell ليها radii 3 سنتيمتر وليها 5 سنتيمتر. اوكي. بعد كده دي carrying uniform charge density 10 power negative 6 كولوم بير متر كيوب. احسب الالكتريك فيلد at all radii وفي نفس الوقت ارسم الالكتريك فيلد versus rho at the central area. طيب واحده واحده، تعالى نرسم الاول الايه، المساله. سلندر طويله ليها radius 3 سنتيمتر و5 سنتيمتر، فاحنا هنقول ادي الايه؟ السلندر الصغيرة، أو ادي الريديوس الصغير، وادي الريديوس الكبير. معلومة حضرتك دايما تحطها في اعتبارك شغلك في أي مسألة إلكترومغنيتكس وموز، لحد آخر خطوة تعوض. فأنت هتقوم قايل إن المفروض الديستنس من هنا لهنا أنا هسميها A مثلا، والديستنس من هنا لهنا أنا هسميها B، حيث إن A دوت بيساوي 0.03 متر وB بيساوي 0.05 متر. المفروض الشكل اللي قدامي ده جواه تشارج او يونيفورم دينستي تشارج، بلاش بقى اشكلنا في نفس القلم، وهي موجوده جوه الشيل دوت بالشكل ده كده. موجوده في السبيس ده، وقيمتها 10 power negative 6 كولوم بير متر كيوب. عايز اعمل ايه؟ احسب قيمة الالكتريك فيلد. حلو. دلوقتي دي المسألة.
عايزين نحسب قيمه الالكتريك فيلد. اول سؤال هتساله لنفسك، المساله ديت احلها بكولوم ولا احلها بجاوس؟ عشان تحلها بجاوس بتسال ايه نفسك سؤال بسيط، هل المساله دي متحقق فيها الشرط بتاع السيمتري؟ اه. طيب روفي تمام. طيب فاحنا دلوقتي عايزين نعرف المساله دي نحلها بكولوم ولا نحلها بجاوس. طيب نعرف الكلام ده ازاي؟ في البدايه انت لازم تسال نفسك سؤال اول ما تبدا تحل المساله، هل المساله دي متحقق فيها الشروط بتاعه السيمتري وفي نفس الوقت ان الفيلد اللي هيطلع النورمال كومبوننت بتاعته هتبقى كونستانت عشان يسهل لي الحل، او زي ما احنا قلنا في النهايه المساله دي انفينيت ولا لا؟ فالمساله انفينيت، خلاص انفينيت يبقى احنا رايحين لجاوس. عايز تبدا تحل في جاوس، قبل ما تبدا تحل احل باستخدام اني كوردينيت؟ الشكل اللي قدامي ده اصلا هو مديني سيلندر، حلو، يبقى انا اكيد هحل باستخدام الايه؟ سلندريكال كوردينيتس. حضرتك بس اكتبها كده ايه في الاول، سلندريكال ايه كوردينيتس كده قدامك على اساس انك تبقى ايه، تبقى عارف انت هتستخدم ايه. ليه انا بقول الكلام ده؟ لان في مرحله قدام ان شاء الله واحنا لما نيجي نرسم، بدل ما انا هرسم لك السلندريكال كده كلها، انا هرسم لك التوب فيو بتاعها. فانت ممكن في الامتحان ترسم التوب فيو وبعد كده ما تاخدش بالك، اه ده سفير يا عم، ار سيتا فاي، وكل سنه وانت طيب. فانا هستخدم السلندريكال كوردينتس، حلو جدا. عشان تحل مساله جاوس اسال نفسك ايه ثلاث اسئله. السؤال الاولاني، ايه هو الجاوسيان سيرفيس هنا اللي انا هختاره؟ اكيد اسهل حاجه ان انا اختار ايه، سلندر، حلو. كم ريجون انا هحل فيها؟ الريجون اللي جوه، والريجون اللي موجوده في النص، والريجون اللي ايه اللي بره. طبعا انا عارف ان الكلام ده انتوا عارفينه، بس انا يعني ايه بقوله كده بس بسرعه على اساس ان احنا مش هنتكلم فيه في التفاصيل دي بعد كده. كلام جميل جدا. طيب وبعد كده عرفت انا الايه الكلام دوت، ابدا اخش بقى ايه على القانون بتاعي. انا شكل القانون بتاعي عباره عن ايه؟ عباره ان انا بقول عندي انتجريشن على كلوزد سيرفيس اي دوت دي اس، الكلام ده بيساوي السميشن بتاع التشارج اللي موجود جوه الكلوزد سيرفيس مقسوم على ابسلون نوت. قبل ما تبدا خلص الايه، خلص الجنب الايه الشمال ده ازاي؟ تعال نشوف. احنا اتفقنا ان الجاوسيان سيرفيس بتاعنا اللي احنا هنختاره هيبقى عباره عن ايه؟ هيبقى عباره عن سلندر بالشكل دوت كده، وطبعا شكله مش هيتغير ايا كان الريجن اللي انا شغال فيها، فبالتالي الدي اوف اس شكلها مش هتتغير، والالكتريك فيلد زي ما احنا قلنا في النوعيه دي من المسائل انا ضامن ان هو قيمته ثابته لو انا مثبت الجاوسيان سيرفيس، وفي نفس الوقت ضامن ان هو في كل الاحوال بيربنديكولار على الجاوسيان سيرفيس ده. فبالتالي ايه اللي انا هعمله هنا؟ اللي انا هعمله هنا اقول ان الليفت هاند سايد دوت اللي هو الانتجريشن اللي على كلوزد سيرفيس اي دوت دي اس، هو في الاساس عباره عن قيمه الايه؟ الالكتريك فيلد مضروب في الايه؟ في الاريا بتاعه الايه؟ بتاعه الجاوسيان سيرفيس بتاعك. طب الاريا بتاعه الجاوسيان سيرفيس بتاعتي هي ايه؟ هتقول لي انا عندي اريا فوق واريا تحت، قلنا ما بنستعملهمش، احنا بنستعمل اللاترال ايه؟ اللاترال اريا. طيب اللاترال اريا ده هو عباره عن ايه؟ 2 باي الديستنس ديت اللي احنا هنا شغالين سلندريكال، فهي بتبقى ايه؟ رو. المفروض الكلام ده كله مضروب في الايه؟ في اللينس بتاع السلندر. هتقول لي بس ده انفينيت، اقول لك بص عندك حاجه من الاثنين، لا اما تعتبر ان اللينس ده مش موجود وما تكتبوش، لا اما انك تقول انا من السلندر ده اللي هو الانفينيت كاني باخد لينس اسمه ال. فلو انا عايز اتكلم هنا كده فالالكتريك فيلد ده هيبقى مضروب في 2 باي رو في ال، وانت بتحل الناحيه الثانيه في رايت هاند سايد ال ده هيظهر لك. لما يظهر لك هتقوم شاطب ال ده مع ال دوت، ويبقى انت كده حليت. هتقول لي بس ثانيه واحده، ال ده بانفينيتي وال هناك بانفينيتي، فساعتها كده كاني بعمل ايه؟ بشيل انفينيتي مع انفينيتي، وده غلط، واحنا عارفين ان الماثيماتكس الكلام ده ما ينفعش وكده. صح، خد الاكسبريشن ده على الاكسبريشن ده، طبق لوبيتال وامشي، هتلاقي ان الاثنين بيتشالوا، يعني كانك من الاول ايه طيرتهم مع بعض. تمام، فانت كده عرفت ان الليفت هاند سايد ده الشكل بتاعه، وده على طول الايه؟ على طول الامد، وانت عارف ان الالكتريك فيلد اللي هيطلع بتاعك ده دايما هو في اتجاه الايه؟
في اتجاه اليو رو، لان هو دايما بيطلع بيربنديكولار كده. حلو، ده كده الليفت هاند سايد. عايز اجيب الرايت هاند سايد، تعال بقى نبص على الريجنز بتاعتنا. اول ريجن هي اللي موجوده من اول الزيرو لحد الريديس الاولاني اللي هو الايه، الرايت هاند سايد فيها قيمته بكام؟ قيمته بزيرو، لان مفيش تشارجز موجوده هنا جوه. يبقى ساعتها قيمه الالكتريك فيلد في الريجن ديت بزيرو. نروح على الريجن اللي بعدها اللي هي من اول الاي لحد البي، الرايت هاند سايد واحد على ايبسلون نود، اللي تشارج بتاعتي متعرفه هنا على هيئه رو في، فالتشارج دي تتشال وتحط مكانها انتجريشن على الفي داش رو في دي في داش. الرو في ديت شكلها فانكشن في حاجه، قيمه ثابته تخرج بره، يبقى انا كاني بعمل رو في على ايبسلون نود وبعمل انتجريشن في داش بالنسبه للايه؟ للدي في، يطلع لي قيمه الايه؟ الفي داش. ايه هو الفي داش دوت؟ الفوليوم بتاع ها النقطة اللي واخدها جاوسيان سيرفس، اللي هي ما بين الاي وما بين البي، سوري ما بين الاي وما بين الايه؟ الرو. هتتلخبط. سيبها كده زي ما هي، قول انا هنا عايز اعمل التريبل انتجرال اهو بالشكل ده كده. الدي في في الحالة بتاعت السلندريكال هو بيبقى عبارة عن ايه؟ رو ماشي، رو دي رو دي فاي دي زد. انت عايز تانتجريت الرو من كام لكام؟ من الاي لحد الرو. طبعا يعني بما اننا ده بنتكلم عليه بس بالنسبه للسورس، فالمفروض هنا نبقى ايه؟ داش. يعني ده لو انا بتكلم على الاي على الرو من كام لكام. طب لو انا بتكلم على الفاي هانتجريتها من كام لكام؟ من 0 ل 2 باي. واخر حاجه خالص لو انا بتكلم على الزد هتانتجريته من كام لكام؟ احنا هنا قلنا احنا واخدين لينس ال، فان هينتجريته من اول الايه الزيرو لحد ما نوصل للايه؟ للال بتاعتنا دي. لو انت مشيت بقى في الانتجريشن ده واحده واحده هتلاقيه برضه بيطلع لك ايه؟ رو في مقسوم على ايبسلون نود، الكلام ده كله مضروب في باي رو سكوير ماينس اي سكوير مضروب في الايه؟ في ال، اللي هو برضه كانك جبت الفوليوم بتاع الايه؟ بتاع الشيل ديت. بس خد بالك انت جبتها من اول هنا الايه لحد ايه؟ لحد الجاوسيان سيرفس. طيب ده كده كلام جميل، معاك الرايت هاند سايد ومعاك الليفت هاند سايد، يبقى انت ساعتها هتعرف تقول ان الالكتريك فيلد بتاعك هو بكل بساطه عباره عن ايه؟ ودي القيمه دي الناحيه الثانيه، فهيبقى عباره عن رو في مضروب في رو سكوير ماينس اي سكوير، الباي هتطير مع الباي والال هيطير مع الال، هيتبقى لك 2 رو يتضربوا في الايه؟ في الابسلون اللي هنا ده، فيبقى عندك 2 ابسلون رو. وما ننساش ان الكلام دوت في اتجاه الايه؟ اليو رو. طيب تعالى نروح لاخر ريجن اللي هي موجوده من ايه؟ من البي وانت طالع. الرايت هاند سايد بتاعي ده ايه اللي هيحصل له؟ هلاقي ان التشارج بتاعتي دي خلاص ده بقى واصل هنا، فالتشارج بتاعتي ديت هي برضه نفس الكلام، واحد على ايبسلون نوت انتجريشن في الفي داش رو في دي في داش. بس خد بالك انت هنا عايز اني فوليوم؟ الفوليوم اللي من اول الاي لحد البي، لان الجاوسيان سيرفس كله بقى لقط الايه؟ البتاع ده. فانت ساعتها هتلاقي نفس الاكسبريشن ده هو هو، بس بدل الرو ديت هيبقى عندك هنا ايه؟ هيبقى عندك، فهتلاقيه الاكسبريشن اللي طالع لك هو عباره عن رو في مقسوم على ايبسلون نود، الكلام ده مضروب في باي بي سكوير ماينس اي سكوير مضروب في ال ال. خد نفس الاكسبريشن ده مع الليفت هاند سايد ده تعرف منه تجيب قيمه الايه؟ الالكتريك فيلد. وخد بالك من حاجه ان قيمه الالكتريك فيلد دي لازم تكون كونتينوس. يعني ايه كونتينوس؟ يعني اخر الرينج دوت هي بزيرو، عند اول الرينج ده لو انت حطيت قيمه ديت لازم تلاقيها بزيرو. يعني انت لو حطيت هنا ايه هتلاقيها بكام؟ بزيرو. وعند اخر الرينج دوت
لو حطيت هنا بي نفس الكلام لما تحط هنا بي عند اول رينج يطلع لك بكام؟ بالقيمه اللي طلعت ايه؟ القيمه اللي طلعت هنا. كده في اي مشكله في الايه؟ في الكلام ده؟